بي. أقول أم واستمعكم إن شاء الله بعد أخبار الأربعة بش نحكي وعلى العنصرية من طبيب فرنسي اللي وصف الأفارقة بوصف خائب وعلى خاصة على التجارب اللي متاع الأدوية اللي بش تعمل قالوا نعملوها في الأفريق. طيب نرجع بعد شوي منظمات أفريقية اللي هي وجهة لوم كبير ونقد كبير حتى من نشطاء في حقوق الإنسان. سينو بش نحكي وزادة على دار شعبان الفهري واستعدادهم في الجمعتين نظومة تقريبا أصعب جمعة أو أصعب جمعتين وخاصة الحقيقة في تنظيم الصفوف اللي قدام المعتمدية اللي قدام البلدية. فما خدمة كبيرة خلية نحل كبيرة من المجتمع المدني اللي قاعد يخدم بكل صراحة إشلم جمهور الكورة على جمهور الكشافة على جمهور الهلال الأحمر مع بعضهم الكل بش يحاولوا ينظموا وتكون الأمور في دار شعبان الفهري وتكون الأمور على ما يرام. معنا سي عماد سليم معتمد دار شعبان الفهري. مرحبا بك سي عماد. مرحبا اخويا امين وتحيه الى كافه مستمعين راديو ماد. شكرا على تفاصلك معنا وتفاعلك معنا. طيب يظهر لي على قدم وساق المجتمع المدني مع البلديه مع المعتمديه والكل من اجل انه تكون دار شعبان باذن الله سالمه ومعافيه. شفنا خليه نحل كبيره، هل فما تنسيق معكم انتوما في الجهود هذه الكل باش ما كل حد ما يخدمش على روحه؟ سي عماد، هو اليوم اللي يجمعنا كله هو الشعور الوطني اللي يربط التوانسة كل في مقاومة الأزمة هذه. أكيد جدا كما قلت أنت ثم تنسيق في إطار اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث ولتفعيل وتنفيذ توصيات السيد والي نابل أنه نأخذ إجراءات التوقي يكون في إطار تنسيق تام بين المنظمات والجمعيات والبلدية والمجتمع المدني. البارح كانت عنا بادرة وهذا في عملنا اليومي تقريبا أنه ديما بعد العمل الإداري نجتمعوا مع الأطراف هذه كل في إطار التوقي ضد انتشار الفيروس نعملوا أن بلان دو ترافاي نعملها اليوم غدوة. البارح كان شفتوا المعسكر كان ثم شكون من الملاحظين كان اجتماع في الهواء الطلق، اولا نسعى المحافظة على شروط صحية باش كل مسافة موجودة ما نحطوش كل في قاعة واحدة، اخترناه باش يكون في الهواء الطلق. كان فيه مكونات المجتمع المدني اللي هما اللي بينيفول هذوما تو بعد نشوفوا شنو فاش قاعدين يأمنوا بالضبط. اللي بينيفول اللي كانوا موجودين هما من المنظمات الهلال الأحمر الفرع المحلي في دار شعبان، الكشافة التونسية، ممثلين على البلدية، أيضا عندنا خلية ناشطة في دار شعبان هي خلية النادي الإفريقي اللي تطوعت معنا تقريبا منذ اليوم الأول في التوقي من هذا. المجلس البلدي كله تم تناغم وعمل وتفاعل جماعي في إطار اللجنة المحلية. دونك حضرنا أن بلان دو ترافاي بويسكو الأسبوع هذا هو أسبوع حاسم تقريبا حسب آراء الأخصائيين الطبيين في العدوى مع تفعيل إجراءات الدولة أنه المواطن اليوم الدولة أقرت له مساعدات ثم استمارات يلزمها الاستمارات هذه تتعمر والمواطن يرجعها إما المكاتب العمد أو مركز السيادة في المعتمدية. دونك لابد أحنا زيدا نكونوا جيش الاحتياط يكون حاضر باش ننظموا وقوف المواطن باش نحافظوا على الإجراءات الوقائية. كانت عندنا جلسة مع ليبينيفيل كل ثم توصيات في التعامل مع المواطن في المحافظة على المسافة في تنظيم الوقوف، وهذا عملنا دوري تقريبا منذ بداية الأزمة. كنا مقسمين الأدوار، كان ثم عديد اللجان تقريبا ثم 6 لجان كل لجنة عندها اختصاصها، من ضمن اللجان ناخذ على سبيل الذكر الحصر لجنة الطوارئ اللي تتكون من المنظمات والجمعيات والمتطوعون عمال البلدية خلية أحباء النادي الإفريقي. كان الدور متاعها هو الوقوف على تنظيم الصفوف. جينيرالمون سي عماد جمهور الكرة عنده حاجات أخرى ينجم يعملها اليوم، كيفاش خلية أحباء النادي الإفريقي اللي في دار شعبان فاش قاعدة تعمل بالضبط؟ هل لابسة دي جيلي مثلا كيف الأخيان يخدموا مع مع أولاد الكشافة مع كيفاش بالضبط؟ اليوم اليوم اللي وحد الناس الكل هو الشعور الوطني. دونك الناس كل لابسين نفس زي متاع الليبينيفول، لكن ثم أزياء اللي خاصة بالمنظمات والجمعيات كما الكشافة والهلال عندهم الشارة متاعهم ولابسينهم، ولكن تحت ديما نقولوا تحت عمل اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث في إطار معاضدة مجهودات الدولة. كيف زاد جمهور خلية أحباء النادي الإفريقي لبست الجيلية متاع المتطوع، ولكن زاد نعرفوهم اللي هذوكم الخلية معانا في المجتمع المدني، وكلها اليوم اللي يجمعها هو الشعور الوطني. باهي برش توا ذي من أصعب الأيامات ممكن ذي
مدى استعدادكم الحاضرين لكل شيء؟ قاعدين منسقين زادة مع الإدارات المعنية اللي هي تنجم تنظم قدامها الصفوف، قاعدين نشوفوا الحقيقة في خدمة كبيرة قاعدة تخدم في 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 دار شعبان. التعقيم كيفاش قاعد تتعقم المدينة؟ ناخذ ما عندك بعض التفاصيل سيدي. هو الإجراءات الوقائية وخطة التوقي انطلقت في ولاية نابل تقريبا استباقا ممكن حتى عن بولايات أخرى، وهذا ترجع الإجراءات اللي اخذتها الولاية على مستوى المجلس الجهوي على مستوى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. احنا كسادة معتمدين عنا لجان محلية لابد أن نفعلوا قرارات المجلس الجهوي وقرارات الدولة، دونك كنا استباقيا بدينا بعمليات التعقيم اللي كانت متواصلة تقريبا ليلا نهارا مع أخذ الأولويات. من الأول كنا في الطرق الرئيسية اللي هي وقتها مازال ما بديناش في الحظر الصحي العام، كانت الطرق هذه أكثر اكتظاظ وكان فيها أكثر من المواطنين، بدينا كيكة. لكن اليوم مع الحظر الصحي العام بقات بعض المرافق العمومية اللي هي مفتوحة تأمن خدمات للناس كما البوستات كما مركز الصحة الأساسية وكما الأسواق. هذوما زاد وضعنا كما قلت لك لجنة الطوارئ فيها دي بنيفول يعملوا تكوين كل يوم، يعملوا تقييم كل يوم، ويكونوا من السادسة صباحا قبل فتح الإدارات هذه الناس هذه تكون مثل القيادات العسكرية منها واخذة أماكنها واخذة تعليماتها. دونك احنا ننتظر المواطن اللي يجي ننظم الصفوف نحافظه، وهذا يرجع زاد باش نعطيه حق كل الأطراف إلى وعي المواطن في دار شعبان. اليوم درجة الوعي من ستة متاع الصباح. خليني نرجع النقطة المهمة دي، اللي بينيفول في دار شعبان الفيري يكونوا موجودين من الستة متاع الصباح قبل ما تحل الإدارات التونسية. وإحنا علاش اخترنا الستة متاع الصباح؟ لا نسأل ونحب ناخذ عندك الإجابة الكاملة تفضل. هو احتراما للإجراءات وإقرار إجراءات الدولة باعتبار الحظر الجولان ينتهي مع السادسة صباحا. دونك هنا تماشيا مع الإجراءات اللي اخذتها الدولة وفي نفس الوقت من باب التوقي والاحتياط واخذ التدابير اللازمه قبل ما يجي المواطن للاداره ذيك ولا قبل ما يجي المواطن للسوق. للستة متاع الصباح ابتداء من الستة متاع الصباح يقع تركيز لبينيفول هذوما اللي نظموا الصفوف قدام السوق اليوميه قدام مراكز البريد الزوز وقدام مراكز الصحه الاساسيه. انضاف لهم اليوم باعتبار اليوم 6 ابريل بانه المواطن يرجع في الاستماره او يستلم الاستماره متاع المنحه الاستثنائية الظرفية المخصصة اللي عندهم المعرف السينسيس معناها الضمان الاجتماعي. دونك اليوم كان يوم كبير بالضبط، تم رهان الرهان هذا والحمد لله توا تقريبا الساعة الرابعة تقريبا ممكن الساعة الواحدة الصفوف وذلك عليه شفنا حركة كبيرة قدام المعتمدية اليوم كبيرة بارشة في كافة المعتمديات باعتبار اليوم كما قلت لك هو اليوم 6 أبريل. دونك أغلبية المواطنين اللي تسلموا الاستمارات وإلا باش يرجع الاستمارات كانوا اليوم موجودين أمام مكاتب العمد وأمام مراكز المعتمديات. دونك هذا في إطار التوقي كنا في بالنا بيه وعملنا حسابه، وذلك علاش اللجان اشتغلت. والبارح كانت عملية نجم نسميها عملية بيضاء قمنا بها مع المتطوعين، كيفاش باش نقفوا، كيفاش باش نستعدوا، كيفاش باش نتعاملوا مع المواطن. حتى الأسئلة اللي لازم يسألها المواطن فهمتني مختلف في الأسئلة سواء المواطن البسيط أو المواطن المثقف أنا مع اللي بنيفول فسرنا لهم كيفاش طريقة التعامل. ركزنا على حاجتين، الوثيقة تقول لابد أنه المواطن يعمر المعطيات الكل باش الوثيقة نتاعو لا تلغى، دونك من باب الوعي وصلنا المعطي هذا المواطن. ولابد تكون ثم وثائق مرفقة مثل نسخ بطاقة تعريف تاع المعني بالأمر صاحب الترقية الاجتماعية والقرين نتاعو، إذا وصلناها باش غدوة المواطن ما يقولوش أنا اليوم في الحجر الصحي العام دونك ما عنديش منقطات ما عنديش اجر نتلقى فيه، المؤسسه نتاعي اليوم سكرت. لكن في نفس الوقت علاش ما وضحتليش قلت لي لازم يكون عندك الوثيقه هذيك؟ لا، تعاملنا بكل وعي وبكل مسؤوليه حابين نامنوا حقوق الناس في الظرف هذايا وحق الدوله زاد، لانه زاد باش فما ناس ما تركبش على الحدث كما في كل حادثه والاعانات للدوله شمخصه معناتها من امور ماديه تمشي الى مستحقيها. مشكور بارك الله فيك السيد عماد سليم معتمد دار شعبان الفهري، وتحيه لكل الحقيقه المجتمع المدني اللي قاعد واقف بكل صراحه. شي يعمل الكيف وقت اللي تتحرك تراهم شي يعمل الكيف في الليل وفي النهار في الليل وفي النهار، هكا علاش نحاولوا نستثمروا في الازمه هذه اللي قاعد تمر بها بلادنا ونستثمروها للافضل بطبيعه الحال، ونثمنوا هذا المجهود الوطني باش نخدموا بلادنا ويكون فما تنسيق على اعلى مستوى. بعد الاخبار